قناة ناظور بريس دوت نت، من الناظور إلى العالم. المركب نعم يخسر تقل الحمله لي نهار الخميس نروح نغسل غوزين نهار سمون انتم لي 10 مينوت 4 ساعات تو المركب اخوه يخرع ولكن انا اخوه قالت تغانا الاخوه اللي قالوا حنا ادوي النخبه القايد ونجيبوا روحنا سلميني القايد روحنا سلمي القايد ميدوس الغايني نشتروا ميدوس الغايني القايد القايد يسمار من زين تعالى يسمار المشاكل النفط كتاسي من تنس الشيء قربتي ولا الإخوة الله يجزيكم بخير باش نتضامن من مرة قربتي ولا الإخوة ولاد ميمون نستنكر ما يتوقع عندنا ندير الشاليه الزنقه 10 لان اذا توقع عليها يجن انا كدم قرانين يتوقع عليها يجن كارثه طم قران بان الشن كتوجه السوق ولاد ميمون عزوز نسغل المحل نغطي في مزغانك الا يعقل نبغاك تدع على جوج مغاس نفذ وقد كيف كيف شي غاخت غاخت تجار هذه السوق ولاد ميمون عزوز نسغل المحل نغنك تجار النخ ودي في مزغانك السوق يكمر حنط ونظناس الفراشه شنو نسبو ضد الفراشه وانما نقارس الدوله نقارس القائد القائد والعامل اللي جا ندير خيم ناضو نتاج الشكل جا المسؤول خمانيه ما يوقع عشان كارثه هذه السوق بان الكنوي تحمل المسؤوليه نشن نشن قاخذني ثاني قاخذنا هارا تي وشا ظنغني بان ما لو اخذ في بول حل انا عارف تي وشا نوغ العماله ما لو وصل العماله نغدا رجل جهاد مسؤوله يجي خمانيه نشيق مضري نشين عارض وذن دي ولاد ميمون وفينا رامين دا خصنا الشيكات دير وذن وفين مزغ خصنا الدرائب وذن وذن وفين خصنا تفوتو وفين مزيد خصنا نقراسن بدا خصك يخف الدم شنو ود نوسي بض دي الفراشه وانما فراشه خصك غزده في الملحل كني وخص زده في الملحل نشرب اللي عنخ خثي ورا وفي مزغ يقبحونا النخ ماني خصني شي غسي عبد الواحد نشي نقاخ ثاني ثاني اقاخ ثاني ثاني نمد ثاني ثاني ارغى ارغى خقل من نوز اولا تشكر الموقع ناظور بريس غنغدي تواجد النهار هذا نيتي لكن غير شاش هما من نغد السوق نشين اولا قنت عانا بكل الجوانب سواء نزل الفراشه سواء نزل منافذ السوق ماره وما مشت السلم عاود قا السوق على علم المدينه انه ماره سحب ثندينت غاس نخبا بانه نهارا تعيش تسمج الكارثه تم قران دي السوق هذه دي انت وانه الركود التجاري مع انه غزان المشاكل غي توقع ان كون ماذا دي حق جن السوق كون ماذا حق النغني ونشي نهار غنغطس الاسباب زين تعانا وهي الاناره غنغ المشكل تفوت مشكل تفوت غانغ المشكل تفوت غانغ المشكل الكوبرا عران وغانغ المشكل الفراشه ما مشت السنام يعني في ورا باللعنت ونشي نتمنى زي السلطات نتمنى زي السلطات لكن غتبدا انا غدا عمان انا غدا عمان لانه نشي نهار هذا غفان الحلول هذا غفان الحلول في اقرب وقت لانه نشي وان زمار انا راني غزات مادام يعني غانغ المشكله وانيتي وغانغ المشكل حتى باركي في تاسند غانغيو نتسوق غانغ والتيفن ماني غا باركان ونشي نتمنى ان شاء الله هذا نغن الحل في اقرب وقت والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقفه ينتقي تضامنا كاخوان هذه تجاه سوق المركب الكارثه سن وقعان ضد النض نتاسف كي سن الطاس ونضامنا كي سن على حساب سن وقعان ودقني بوضع وقع نشين دان تاتي فوكي غانغ الاسلاك ذي بار عاران غانغ المشاكل الزنقه والجميس غيك سكن يوذان والجميس غيك يعني المنافذ السوق بلا باركيات يعني الوقفه هي ذي 16 حواجين كاع يعني من بينها المشاكل اللي تعانا الطاسي غنغدي السوق السلطه خمي مش انا سمح ليس يعني المعاناه غنتبقى لنا الطاس ونتازي السلطه اترهاكم ان شاء الله تحل المشاكل اللي غانا في اقرب وقت ان شاء الله وشكرا جزيلا وبارك الله فيك بوسي صغار حيد السوق ما تكاشات مسي لاحظوا يستعروا الجميع زي كتبهم بيروس ما يزيك يجن حاجه لا كان زي بعض المساكين ديال المركب نتاسف كيسن نتمنى يزيك سيدي ربي مار المساكين زعما اجن طمه كبرى يعني من جايني ما تروح كي سن ديني ما راه حضاره كي سن نتمنى ان شاء الله يتكرر بوت اي امس رمدي اللي جا مشان في مسي اجن حاج طم قران طاس نشي نهار اي بريد ما يزاك بومبيروت اي كوبرين السوق ما يزاك بومبيروت والو اي بريد مرة باللعن جميع الطرق المنافذ الى السوق هاد ميمون باللعن اذفى غزت اي طرق وغاز ما يزاك ولا نقع
اولا غنخيطو يكابلي عندي السوق هذا اخر عار عندي لي ماسكوره ما توقع غمصات يعني مش غاديش المشكله ضمق راني مغالى الطاس. نتمنى ان شاء الله السلطه هذا تعاون اكيد نقد بد انا اخذ على الحل بريميرو ابريد ابريد ما يزغيها في البولونسي انا ما يزغيها في اي مصيبه الله يحفظ السلامه توقع اديات في ثاني ناس نسحب الكهرباء هذا كن الاناره عذرني كابلين تفوت مره هذا كني جنوينات قبل غادي عشر الكارثه خدمنا في النهار ما نلو امي ثم طق مساكين هاكا مصا 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 ومن بعد لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى خاص نخف سيدي ربي نشين يعني مارض ومثلا الحق نحاق ما مش حاقني هنا كيف كيف سور النص. نتمنى يا سنا هذه خف سيدي ربي ان شاء الله نتمنى ياك سنين وان شاء الله. السلام عليكم. حريق نديسني وقع عند الفاجعه نديسني وقع عند قارسن اجاركم الله في مصيبتكم نسال الله ان يخلفكم خيرا منها. نشتي نهار نزد نبلع في ورا السوق اولا تضامنا مع اخواننا في سوق المركب. نشتي الخضان غدا غير الجيشه ادنا سنا عزمان التجاره اي ثماثنا وقع سنتي مسين اذا الناض اي ثماثنا تروح حسن السرعه اي ثماثنا هجمان خاصنا يشفان ويتغس خساين وزما نهار نشين انسانيا وزما ادناس انا عزمان التجاره اي ثماثنا وقع سن الحريق. ثانيا الاخوان نشين ما مش تغس السن الراي العام المركب ولاد ميمون تغي تعيش كيجن الفارغ تمثيلي تغواص ويتي تمثلن الحمد لله شهرين زقوامين نقا يجن جمع عام نقا ديس الجمعية السوق نهار نسد كفرصة أولا نتضامن أكد الإخوان نغذي المركب ثانيا نسد باش نقيجن الوقفة باش هذا سنة نغفكن الزرقاء يا عشرة لأن الزرقاء يا عشرة ما مش تسنم غار نغذي سيكابليثن يكابليثن تفاوت يعني قين عاران غانغ مشاكل يودان كابلين لينيا تاير نغاس تقنغاس تاير نغاس السرعث غانغ يجن حاجة النغنية ما مش سنني ذنناد الإخوان ذي المركب رمي ثكاث مسي ترسق ذي ميكاث ترسق ذي يوداني تجن سرع ديني غبارة يوداني تسون ديني نهارا نشتي مركاث كاذا شنت مسي ذا يودان ذا يثمثن غذاني تا ذا الفراشة تجن سرع ثنسنداني تا غبارة مركا ثكاشنت مسي مركز كاشنت مسينا الاخوان قاترسق اترسق لي مانا يمار ولهذا نشين تازي السلطات اولا زي قائد المقاطعه الثانيه ذا الباشا ذا عامل الاقليم هادي تاع غير فك الزنقه 10 مقارس ماش تمسى والمركب خميت خسبات تفكم تيش مسار بعد ساعه تفكم ولاد ميمون يقصح خاوم ما يمي قنشي ناقر غنغدي المحلات دي السوق نتخدص الضرائب نتخدص مار المستحقات لنا ومع ذلك وذا فكم وراد الحصار يودان دين بعض يودان عمصوا السن اللي جاي الا قاد السوق ولاد ميمون يتسند بعض يودان شمارس يتفت غا السوق يقارش اول مره تصغي الا ذا السوق يقار ولاد ميمون يقانتيش زنقه 10 باركيه تبلعن غانغ المشكل اللي تفاوت ما مش داو مننا غانغ يعني غانغ نشين غانغ ستالاسيون تفاوت ذي السوق هذا آخر ما يجيش أنت داث ذي ستالاسيون تفوت هذا آخر قص ستالاسيون تيري غبارة الإخوان تذ الكلمة ينو تذ رسالة نقصة السيود غي يعني سواء ليس السلطة المحلية ولا إلى يعني الرأي العام تذ الرسالة ينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم إن غيت فاروجن أنه نشي النهار نزد على غفلة نوفا اللجنة السوق الجمعية كين وقفة احتجاجي لأن إذا الله يحفظ المركب يوقع ذا سجن الحارق إيوا أنت سيدي رب العالمين هاني عود. ثانيا نشي نزون زي السلطة المحلية إذا نخفق الحلي مانايا أبريد باللعنت واد جميس غنغد غاعدون يوذان نشي نقول الجن دار رزق الناس ما راهو يخرق الله تعالى وكش تصغار الناس ولكن الدولة يخصص ندير حقي وذان قاو راه دينا ديم مغربيان وزنا دونا نرقص نغرومي ثار وانساني والدين نسان يخصص ندير الحل واجب اخو عران تجار السوق لاد ميمون ابريد لا يجوز اصلا هذه السود حتى الصلاة قناش العلماء لا يجوز هذه الزجر ما بالك على هذه السود عدوين ولهذا تعزي المسؤولين هذا نغقل الحل منايا نشين وانت عدي حد وانت كسرس غادي حد ارزق كفوس الله تعالى الازمخ الجميع نتتازي المسؤولين نتقن الحل منايا حتى الفراشة يقاو رادينا ذي مغربيا ذي بوبري ذي نواقع تبروش وفين ماني غارسقا اس نتقن السوق اذا نتقن الحل الشوان نشين ضامن كيسنا اذا نتقن السوق شنو مش قنين نجوتي يوكشي ناس ندندتي غا
إلي غير كوشتني ذا انتي ذي عاري أسن قن السوق وراني هنا ذي مغربيين أما الشارع ذي السوق وانت غلم ما رأسن قن الحلوان يكن مسؤولية الدولة أني المسؤول نترك ونزي المسؤولية عارنا نتغانا قرن شي نظري الله يحسن عاون نيهني عاوض الله يحسن عاون لكن ما نيا الحل نسنق غاد الدولة الدولة سنغا يقن أسن تكش السوق هذا سن تكشروني نخد سنطارة إيه من ولهذا ذو من السلام عليكم الشنوان حسيد حد أرزقك قفوس الله تعالى من يشتبنا غدياوذ ولكن الشارع ذي إخوة كذلك فاوت فاوت ضرورة قل الحل نتفاوت شين دي بوبري ذنوان قذا يوذن والله ما تفورن الشيكان مهددين سرح بسي ما ووصا يترقوا حقا هداد يوفزوا جم مريحاق قاسف يعني الله يحفظ الله تعالى وان المصير نسه وغار حبس وان اسأل الله عز وجل لخان غيعف على الوباء يقن الأزمة يا. ثانيا أذي هذا يا رب العالمين المسؤولين أذقن الحل يمغربي ينغي تسنم وذي الشوارع ضروري غذا سنقن الحل لأنه باش هنا تركون نزيل المسؤولية هنجنة تسنم وذكافة سنم وقوة في نفس الوقت وهنجن شد السن دي الشوارع لأن الشارع الدبانوها أصلا حتى الفراشة قرسا أنه هو تشير نشاخ الشارع لأنه نذبانج ويذبانوة قد يشها شهرين عام عامين ضروري خسزن ولهذا تاسيد رب العالمين خان غيعفو هذه ريخة إن شاء الله ستساون. السلام عليكم. السلام عليكم. كانت منهم من السلطة دخل دير شي حل هاد السوق راه في معاناة كثيرة تقريبا 30 سنة هذه الناس كتعيش في هاد السوق واحد العدد كثير كانت منه من الناس باش ما يضروش راه كاينين كاين شي حوايج هنا راه خاصهم يتصلحوا وراه من الضروريات ومن الحوايج المهمين في هذا السوق كانت منه من السلطه المحليه دخل دير شي حل راه كارثه في هذا السوق راه كارثه كارثه عظمى راه كنشوف المشكل اللي شفنا البارح في المركب شفار اكثر من الناس اللي عندهم محلات الناس ضروا ماشي من العافيه ضروا من بنادم اليوم البارح عليهم واليوم راه علينا كانت منه من السلطه دير شي تدخل اللي تكون سليم لا من حقنا ولا من حق هاد الناس لا برا تا هما راه حنا كنضروا ماشي بسببهم راه البارح راه المشكل كان كبير بسبب الفراشه ماشي بسبب السوق نتمنوا من السلطه تكون تدخل سريع لهذا الحل هذا راه كنعانيوا بزاف راه هاد السوق هذا كتعيش فيه تقريبا اكثر من 2000 اسره ماشي 2000 شخص 2000 اسره اذا راه كاين بزاف ديال الناس الا مشاو هاد السوق راه ما عنده فين يمشيو راه غيترماو للزنقه كنتمنوا من السلطه ومن الجهات المعنيه دخل سريع راه هذا الشيء هذا راه صعيب راه كنتمنى خفنا الناس يتلاح راه كنشوفوا الناظور راه كيعيش واحد الازمه اقتصاديه تقريبا هذه عام ونص من ور كورونا نتمنى من السلطه الدخل.